السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلب، اخباركم ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض سمان، وهنعمله بالمرتة الدمياطي. المرتة الدمياطي دي هي دي الطريقة اللي انا يعني طلعت لقيت مامتي بتعملها وحماتها الله يرحمهم الاثنين يا رب. انا معايا هنا كميه من البصل. الكميه من البصل دي زي ما انت حضرتك تشوفي كده، ايه حسب الكميه بتاعه السمان اللي عندك، وطبعا البهارات برضو حسب كميه البصل اللي عندك. انا معايا هنا البهارات بتاعتي هقولها لكم. معايا هنا كمون وفلفل اسمر ومعلقه صغيره من القرفه. القرفه صدقوني يا جماعه بتدي طعم رائع رائع للمرته. ومعايا معلقه صغيره من السكر، ما تستغربوش، السكر ده من اجمل الحاجه اللي هتاكليها في سواء في بط او في حمام او في سمان. المرته بتاعته اللي انت بتحطها فيها السكر، والسكر بتحطيه حسب كميه المرته اللي حضرتك بتعمليها، والملح طبعا حسب الرغبه، ودي ربع معلقه صغيره من البهار الحلو. خلاص كده دي كل مقادير البهارات بتاعتي. معايا هنا حباب قلبي كميه من السمان. معايا هنا 3 سمانات كبار وحماميه، دي حماميه، الحاجات دي طبعا تربيه البيت مش مشريه من بره. ودي كانت سمانه صغيره، لما جيت انضفها لقيتها الشعر مش راضي يطلع من الجلد لانها كانت لسه صغيره، فسلختها خالص زقنونه كده معايا بالشكل ده. فان شاء الله طبعا، ومعايا اللي هي الكبد والقنص والحاجات دي، دي بذرة ليمونة، لان لما باجي عين الحاجات دي في الفريزر بعصر عليها ليمون. فالحاجات دي هحطها في المرتة لما نشوف ان شاء الله نعمل ايه في المرتة مع بعض. بس انا اول حاجة هعملها هحط البصل ده، هقطعه واحطه في الكبة مع البهارات، يطحنوا مع بعض، هخفوكم كده. طبعا انا مش عايزة المرتة ناعمة قوي، انا عايزاها يعني ايه خشنة شوية. وان شاء الله هضربها في الكبة مع البهارات وهوريها لكم شكلها يبي بالشكل ده. انا مش عايزاها تتفرم قوي، انا عايزاها تبقى البصل باينة، احنا مش عايزين نعمله زي العجين. في ناس كتير قوي بلاقي المرتة بتاعتها ناعمة قوي لدرجة ان هي بتبقى يعني مش عارفة اوصف لكم ملمسها يبقى عامل ازاي، بحس انها مزليطة كده. فانا عايزاها تبقى خشنة بالشكل ده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هحطها في حاجه على النار وهولع عليها. شوفوا حبايبي الكبه اللي انا فرمت فيها البصل، خطخطتها بشويه ميه كده من الفلتر، هحط كده منهم شويه على البصله. لازم انا احط عليها شويه ميه كده واحط عليها معلقه زيت. فان شاء الله نشوف بقى ايه هنعملها ازاي. نعم. البصله في مقلايه على النار، هحط لها شويه ميه كده واحط لها معلقه زيت. بس حضرتك ممكن تحط حته سمنه زي ما انت عايزه، انا هحط معلقه زيت زيتون معايا بالشكل ده عشان تديلها لمعه كده في الاخر لما تشرب الميه اللي عليها دي وتستوي وتندمج كلها في بعضها. فان شاء الله ايه هسيبها لما تستوي بقى وتنشف على النار ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انت بتاعتي تخلص على النار، انا معايا هنا معلقه صغيره من الفلفل وربع معلقه صغيره من الملح، هلخبطهم على بعض كده. دي خطوه انا بعملها في كل الحوان بتاعي اللي بطبخه، بجيب كده طبعا ده مغسول ومصف وزي الفل، بجيب شويه كده يا جماعه واحط في بطنها كده وادهنها، ومن هنا كده وادعكها من بره كده ومن عند الرقبه من جوه من هنا كده. خلاص هعمل كل الكميه اللي معايا بالشكل ده. بالحق كويس والله ان انا افتكرت، حطي ده دول في المرته يستوي معاه علشان هنحشي بيهم قلب السمان من جوه والحمام اللي هي احشاء الحاجه اللي معانا دي. تعاكي كده
بالفلفل وبذرة الملح اللي معاك. متنساش بقى الزغطوطة اهي برضه، اعملها من قلبها من جوه يعني ملهاش نفس. خلاص كده، كده انا دعكتهم بالفلفل وايه وبذرة الملح، هسيبهم كده منقوعين كده في حاجتهم دي عما المرطة تخلص، ونشوف ان شاء الله هنعمل مع بعض ايه، نحشيهم ازاي لما المرطة تنشف معايا وتخلص على النار. المرطة على النار خلاص، بدأت هطفى عليها اهو، الزيت بتاعها بان اهو فيها ولمعت وبقت جميلة قوي. وصدقوني يا حبايب قلبي، الناس اللي بتعمل المرطة نية لو جربت الطريقة دي اقسم بالله ما تبطلها بعد كده من جمالها وطعمها، بتفرق في طعم المرتة 100 درجة. خلاص كده هسيبها ان شاء الله ايه، هديها تقلبتين كمان. واسيبها ايه تنشف سنة كمان، واديها تقلبة كده في الزيت بتاعها. طبعا معلقة الزيت اللي حطيتها بانت فيها إيه لما نشفت خالص اهي. طبعا انتي براحتك، عايزة تحط حتة سمنة بلدي، عايزة تحط زيت، عايزة تحط سمنة عادية، عايزة تحط زبدة، اللي براحتك تحطيه في المرتة بتاعتك، كل واحدة ولها طريقتها. بس طريقة المرتة بالطريقة دي هي دي الطريقة الدمياطي المعروفة، ان احنا بنطبخ المرتة الاول قبل ما بنحشي بيها حاجة، ده اللي بيفرق في طعمها. بس كده حبيبي خلاص كده رجعنا تاني مع بعض، المرتة خلصت معايا اهي بالشكل ده شايفين، مش قادرة بقى اوصف لكم الريحة بتاعتها، ريحة رهيبة بجد تحفة. خلاص كده، وطبعا والسمان زي ما انتوا شايفين احنا عملنا الخطوة مع بعض. انا معايا هنا كمية من الزبيب غسلاه، عودي نفسك الزبيب اللي انت هتحطيه في اي حاجة لازم تغسليه علشان بيبقى فيه رمل، مع العلم ان ده معمول في البيت بس انا اتعودت طول عمري ان انا لازم اغسل الزبيب. هحطه في كل سمانية زبيبتين تلاتة كده في الاول من جوه كده، مش هكتر يعني زبيب، هو المفروض احنا مبناكلش الزبيب ده، بس انا بحب المرتة بالزبيب. وهبدأ كده احطها بس فوق المرتة لان كده كده انا هستعملها فمش عندي مشكلة عادي. طبعا انا مش عارفة احشي بايدي يا جماعة، لان طبعا لسه منزلة المرتة من على النار، فمش هقدر استحمل ان انا ايه. وطبعا تنقي كده ايه كل واحدة الكبدة والقنصة بتاعتها والقلب تحطيها فيها في كل ايه واحدة انت شلت منها، وتحطي زبيبتين كده في النص وتزقي كده وتكملي مرتة معاكي بالشكل ده وخلاص كده. وتقومي جاية بقى ايه رجلها الحلوة دي هنا كده، والرجل التانية هنا كده، وتقرفصيها بالشكل ده، مش هنخيط ولا هنعمل حاجة. ولو انت عايزة تحطي من عند الرقبة من هنا كده شوية مرتة حطي، بس هي هتتكب يعني، بس كلها تنزل في الشوربة مش مشكلة. خلاص نعمل واحدة كمان مع بعض وكمل البقى. خلاص يا جماعة نجيب واحدة كمان مع بعض كده، نحط فيها زبيبتين من جوه والايه والبصل معايا اهي المرتة، ودخل فيها الكبدة بتاعتها، مفيش فين القنصة، وده القلب اهي. تملي مرتة كده، المرتة دي يا جماعة بتفرق في طعم الحيوان اللي انتوا بتطبخيه، بتديله شمخة كده وايه وطعم لا يقاوم زي ما بيقول. وتلهي برضو كده بايه بزبيبتين تقفل عليهم، وتقومي جايبة بقى ايه الرجلين الحلوة دي كده وتحط من هنا، سهلة قوي، وتحط التانية وراها كده من تحتها اهي اهي، مفيش اسهل من كده بقى. وعايزة تحط من هنا حتة مرتة زي ما قلنا قبل كده، حطي
الخيارات مفتوحة قدامك ان انت تعملي اللي انت عايزاه. خلاص اهي، خلاص كده يا حبيب قلبي، هكمل بقى انا بقيت الكمية ايه وارجع لكم تاني بعد ما خلصت حشو الحمامة والثلاث سمانات. والسمانة زقت توتة حشتها برضه والله يا جماعة، وعملت لها رجلها رجل على رجل اربكتها. وطبعا معايا هنا فاض معايا حتة مرتة دي، هعمل فيها ايه؟ هحطها في الشوربة، هحطها في الشوربة. انا معايا المية بتغلي على النار اهي، حاطة فيها ورقة لوري وحطيت فيها الملح، ومعايا عارفين الليمون الكبير اللي هو ده اهو، ده الليمون السوري ده اللي هو الليمون السكري بيقولوا عليه ليمون سوري. كنت انا عصرة ليمون الصبح، ودي القشرة بتاعتها هي مالهاش مرة، فحطيتها في المية. صدقوني هتدي طعم جميل قوي. لو مش عندك حط ايه نص الليمونية زقنونة من اللي هو البلدي في المية، بتفرق في ريحة الحوان وطعمه. هحط بس انا معايا ايه دي يعني في المية وهرجع معايا لها. بتغلي على النار اهي، حطيت فيها شوية المرتة اللي فضلهم اللي انا وريتهم لكم، وورقة لوري شجرة كده ببعضها، مرضيش اقطع منها قلت احطها ببعضها. هبدأ اسمي بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا فيها احط الملح بتاعها ظبطته. هبدأ احط ايه الحوان بتاعي معايا هنا كده، السمان والحمامة. وعايزة اقول لكم على حاجة يا جماعة، احنا هنا في دمياط بنشوح البط والحاجات الحوان ده بمستكة وحبهان و في الاول بحتة سمنة كده، وبنسيبها لما تاخد تحميرة كده في الاول، وبعدين نطش عليها المية السخنة وتبدأ في الغليان بسرعة. لكن انا علشان عاملين دايت انا مستكفية بالدهون قوي اللي هي في المرتة وكده، فطبعا حبيت اقول لكم الخطوة دي. بنشوح احنا الحوان في حلة بفص مستكة وفصين حبهان وايه ومعلقة سمنة، ونسيبها ونغطي عليه ونسيبه لما يطشطش كده مع نفسه وياخد لون، ونقلبه ويكون جنبك المية السخنة بتغلي وتطفى عليه بالمية السخنة. وبرده بتكون سايبة حتة مرتة من اللي احنا عاملينها دي بتحطها في المية، بتفرق في الطعم والريحة 100 درجة. ده الفرق بين طبيخ اللي عندنا في دمياط واي طبيخ تاني. خلاص كده هغطي عليها الحلة بقى واسيبها لما تستوي خالص مع نفسها، ونشوف ان شاء الله في الاخر هيبقى شكله عامل ازاي. هتدوا متنا يا حبايبي. طبعا احنا هعمل خضار جنب السمان، قلقاس، قلقاس من اللي انا مفرزاه، فاكرينه؟ شايفين لونه اهو؟ رائع رائع رائع، لسه حتى مجمد اهو، لسه ما فكش، هحطه في الشوربة على طول. فانا مفرغاه كده، ده كيس من الاكياس. ومعايا هنا دي كزبرة خضراء، وده سلق حاجة بسيطة كده، وطبعا يا احطها كلها يا ما احطهاش طبعا ما هشوف. ومعايا هنا ايه رص توم زنونة، هخرطه ومش ههرسه، معايا كده ايه بالسكينة كده هحاول ان ايه اخرطه ناعم كده عشان ياخد تحمير الخضار معاه اللي هو السلق والكزبرة، وما يتحرقش بسرعة، ما يتحمرش بسرعة. ماشي، خطوة سهلة اوي مفيش فيها حاجة. والعروق دي يعني ما بنرميهاش، دي جميلة مفيش فيها حاجة، هو التوم زرع بس مفيش اي مشكلة. ده توم من السنة اللي فاتت انا كنت مخزناه، كان توم اخضر طري، وعملته ربط وعلقته في البلكونة ما شاء الله، ما والله من السنة اللي فاتت يا جماعة. بس هو خلاص خلص يعني ايه، ما عادش عندي الا حاجات بسيطة ان شاء الله. برضو هو الموسم بتاعه دلوقتي، هجيب برضو ايه، هخلي ابو حمزة ان شاء الله يجيب لنا وهخزنه، وبرضو فرمة منه وعينة في الفريزر لو حبيت استعمل كده او كده. خلاص ده كده ايه، هجيب مقلاية وهحطه فيها كده، وهخرط معايا الخضار ده على بعضه كده ناعم. ما شفتهاش، نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض. بسم الله
ايه اعرف اجيبها كويس، لان الرفيعه دي ما شاء الله ريحه الكزبره والسلق جميله. والسلق ده ابو حمزه جايبه لنا من الحديقه قدام الباب، طلع ربنا يا جماعه والله. امبارح كنت في السوق الشد قد كده اهو، بيقول لي بخمسة جنيه، ابو حمزه قال له لا انا هجيب لها من الحديقه قدامنا. الراجل اتضايق قال له هات لها، وقعد بقى ايه متضايق كده ومتنرفز. وحتى كنت بجيب منه كزبره وحاجات من دي، بقى هين عليه يقول لي مش هعطيك. خلاص كده حبيبي احطها فوق التوم بالشكل ده. دي طريقتي في عمايل السلق، بحط التوم على التوم على طول على الخضره، وبحط عليها الزيت وبولع عليها، كله ياخد سخنيه واحده، مش بحط التوم الاول. خلاص كده، خلاص كده دي مرحله هحطها على النار. يا جماعه الشوربه بتاعه السمان هو خلص اهو، انا معايا اهو، فان شاء الله ايه هدخله تحت الشواية يتحمر على ما القلقاس ايه يخلص، واطبخ الرز. ومعايا القلقاس اهو هحطه على طول في الشوربة. بسم الله. وهو في الليمون يا جماعة بتاعه، لان طبعا كنت عصر عليه ليمون، فمش هحط عليه ليمون تاني، هو عليه الليمون بتاعه. واصل دي كمان كمية ماهيش كبيرة قوي، فان شاء الله ايه هسيبه يستوي كده ايه على مهله. عم اعمل التقليه بتاعته واحمر السمان، وان شاء الله نشوف هنعمل ايه مع بعض. بص يا حبايب قلبي، احنا بنحب القلقاس بتاعنا يكون فيه لون حمار بسيط كده. فدي صلصه، طبعا مش عايزه ارفع البرطمان علشان ما يبقاش اعلان للشركه وكده ايه، فاخد معلقه كبيره، معلقه طعام من الصلصه كده، هصفيها من الزيت. الزيت اللي عليها ده زيت زيتون، فانا هحط كده المعلقه دي كده على القلقاس، تتطبخ معاه كده وتستوي. خلاص كده الخطوه دي عشان لما تشوفوا لونه ما تستغربوش. بحط عليه انا معلقه صلصه. السمان ده عايزه قبل ما ادخله يتحمر في الفرن تحت الشوايه، معانا هنا معلقه صغيره من الصلصه جبتها بالزيت بتاعها كده، هحط عليها شويه فلفل صغيرين، حاجه بسيطه كده. ربع معلقه كده، واحط شويه ملح، حاجه بسيطه برده كده. واجيب فرشه مخصصاها انا لدهن الحاجات دي كده، عندي انا ايه لدهن الصلصات والكلام من ده، لذلك تلاقيها دايما لونها مهما غسلتها محمره كده مصفره. وهبدا يا جماعه ادهن معايا السمان بالشكل ده من كل جنب، لان وانا بحمره هقلبه عشان يتحمر ايه من كل حته، هياخد معايا الطعم الحلو. وايه طعم حلو كده، وياخد معايا لون حلو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هي حاجه بسيطه خالص، دهنه بسيطه خالص، بس هتفرق في طعمه وفي لونه. والصغيرة برضو دي ما ننساهاش، هيبقى لها نصيب برضو.
فخلاص كده يا حبايبي هدخلها تحت الشوايه ونشوفها ان شاء الله بعد مع بعض بعد ما تطلع يبقى شكلها عامل ازاي. يا حبايب قلبي السلق والكزبره الخضراء على النار هما لي، طبعا انا كنت حطاهم جنبي وعمال ادهن السمان بالصلصه، فده ما يستبش خالص ايه تقليب من على النار خالص، ايدك فيه. فطبعا انا مش عارفه اقلب وماسكه الموبايل، هوريها لكم ان شاء الله لما يخلص هتبقى شكلها عامله ازاي. بس يا جماعه التقليه بتاعتي او التغليه بتاعتي اخدت لون جميل اهي، والتوم كله احمر مع بعضه. هطفى عليها بقى واصفيها من الزيت ده واسيبها عشان انا عايزه ادقها، احنا بنحبها هنا في دمياط ناعمه كده مدقوقه، وبعد ما القلقاس يخلص بنحطها على وشه. وهطفى عليها الوقت اهو واصفيها من الزيت. هقول لكم يا جماعه بقى شكل التقليه بعد ما خلصتها وصفيتها من الزيت اهي، وعايزه اوريكم او اسمعكم صوتها. شايفين بتتهرد معايا ازاي؟ احنا بقى بنحبها كده. دي لما تدق بقى يبقى ما فيش فيها، والتوم كله بيتهرس كله اهو اهو. شايفين دي بقى ايه؟ تبقى سهله قوي معاكي في المدقه ان انت تدقيها وتبقى معاكي. نعم شايفين بقت عامله ازاي، عملت ايديا ازاي اهي. هدقها بس ايه، انزل اللي في ايدي ده بصرته، هشطف ايدي بس وارجع معاكم. زي ما انتم شايفين بالشكل ده الطمايطة، هما اللي هيعرفوا انا بعمل ايه، لو في ناس تانية كده بتعملها زينا كده. دي بقى تاخدي منها اللي انت عايزاه، والباقي الزيت بتاعها اللي انت صفتيه منها بتحطيه عليها وتحطها ببرطمان ازاز وتحطها في التلاجة، تقعد معاكي الى ما شاء الله لا بيغير ريحتها ولا طعمها ولا لونها ولا ريحتها، وتفضل على وضعها لغايه ما تخلص. بس اهم حاجه تعمليها صح وتنشفي منها اي ميه وتفضل معاكي كده. والله العظيم يا جماعه يعني ساعات جوزي يجيب لي كميه من السلق كبيره قوي اعملها بالطريقه دي واحطها في برطمانات في باب الثلاجه، تفضل عندي لما الحق ياخد حق. اللي يجي يسألني عندك تقلية اقول لهم عندي وديلهم. تفضلي تدقي فيها لحد ما تحسي انها خلاص يعني ايه معلش محتاجة او معادتش فيها حاجة ان هي تدق يعني وكده، والتوم بيتهرس معاكي فيها ويبقى زي الفل. لازم تحطي التوم فيها من الاول عشان ياخد تحميرة السلق، والسلق ياخد من طعمه وريحته، وما تخلصي هيتهرس معاكي على قد ما يقدر كده ايه. طبعا الحتة اللي انتوا لسه شايفينها في التوم دي اللي هي العنق الخضراء اللي كانت خضراء، لكن هي كفص توم اتهرس خالص. انا مش قادرة بقى اوصف لكم والله يا جماعة الريحة رهيبة ما شاء الله عليها. انا كنت وانا صغيره طفله كانت لما امي الله يرحمها يا رب اشمها وهي بتعمل ريحه التقليه اروح اقول لها يا ماما هاتي لي حته، تقول لي يا حبيبتي ده تبقى صعبه عليكي، اقول لها لا ده ريحتها جميله انا عايزه حته، كانت تديني حته كده على طرف المعلقه ادوقها الاقيها جميله قوي طعمها جميل الله يرحمها يا رب. اهي يا حبايب قلبي هجيب ايه معلقه كده اوريها لكم. بقت معايا بالشكل ده. طبعا انا مش هحط الكميه دي كلها على القلقاس لان انا عندي القلقاس كميه قليله، فدي هتغمقه لي قوي، فانا ايه هحط منها يعني ايه هحط نصها كده، والنص التاني ده هحط عليه شويه الزيت اللي هم بتوع زيت الزيتون بس عشان كماده حافظه، وعينها برضو في التلاجة لحين استخدامها المرة اخرى ان شاء الله. فدي كده معايا التقلية لحد كده، يا رب اكون وفيت طريقتها كلها لحد دلوقتي، اللي ما بيعرفش يعملها يعملها. وعلى فكرة اللون مش مبين لونها، هو مبينها ان هي غامقة بس هي خضرة حتى باينة في المعلقة هي يا جماعة، شايفين الزيت بتاعها
لونه اخضر، هي خضرة، ما هي السودة او غامقة، هي حبايب قلبي. خلاص كده، خلاص كده. شوفوا بقى الحبة اللي انا حطيت عليهم زيت الزيتون اللي انا كنت طبخها فيه، محمراها فيه، حطيتها في كوباية، كوباية نظيفة، وقلبتها دمجتها كده. انا عايزاكم تشوفوا بقى ايه اللون بان على حقيقته هو لما حطيت عليها الزيت. اهو شايفين الخضار اهو، لونها اخضر رائع. فان شاء الله انا هحط عليها استريتش وعينها باب التلاجة. والله يا جماعة تقعد زي ما تقعد، دايما يجروا لها اي حاجة، لانها مفيش فيها مية خالص، ناشفة، وكمان حاطين عليها المادة الحافظة اللي هي الزيت بتاعها، والزيت كمان كان مطبوخ معاها، فما تخافوش يعني اللي عايز يخزن وكده منها بالطريقة دي. فكده ايه، خلاص لحد كده في التقليق. كده يا حبايب قلبي تكون انتهت حلقتنا النهاردة في الطبخة العسل دي. الرز بالشعرية زي ما حضراتكم شايفين كده، ده الرز يا جماعة ما فيش فيه ولا نقطة زيت نهائي، بالرغم ان النهاردة اليوم الفري بتاعنا، بس حاولت بقدر الامكان ان انا اقلل زيوت في كل حاجة. ده الرز بالشعرية، ودي الشوربة، وابو حمزة بقى الاكل بتاعه، ده الرز بتاع ابو حمزة، وده القلقاسة اهو يا جماعة، احنا بنحبه لونه احمر كده بالشكل ده، في وساعات بنعمله ابيض، بس احنا ايه لما بنكون طبخينه جنب لحوم بنحبه لونه احمر كده. وده السمان بقى بتاعنا العسل الجميل، شوفوا تحميره بقى في الفرن بالخلطة اللي احنا عملناها سوا جميلة ازاي. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم ونالت رضاكم، وما تنسوناش بفائض دعائكم الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.